للأسف هواي مناطق احنا مو تحت قبضة الأجهزة الأمنية، يعني بسبب يعني تدرين يعني إذا كل كيلومتر نخلي به قطعات فهذا مستحيل يعني، فهي تقريبا 2000 كيلومتر إلى 2500 كيلومتر إيراد قطعات إضافية أخرى. يعني مشكلة عندنا احنا، مشكلة إنه التنظيمات مثلا موجود بالقيارة وموجود بالشرقاط، الشرقاط مقابل القيارة ومنفس البن ونفس العشيرة، ولكن شيء راجع لصلاح الدين وشيء الاخر راجع للموصل، ومشكله حقيقيه بالنسبه لنا اللي هي انه لازم موافقات خاصه حتى بالموصل ينفذ بصلاح الدين.